مرحبا والسلام عليكم اصدقائي الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم الرمضاني واليومي زفري في الكوزينه. اليوم عندنا واحد الحلقه سبيسيال غادي نديرو طاجين ديال البسباس، البسباس باللحم، طاجين البسباس باللحم، وناخذوا معلومات على البسباس. فهمتيني هادشي اللي كاين. راه نبداو بالطاجين ديالنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نديرو الطويجين ديالنا يسخن. نعم مولاي. ديال سيدي المقادير ديال هاد الوجبه هادي، المقادير بسيطه، اللحم والبسباس وشويه تاع البصله وشويه ديال الجلبانه وقزبر ومعدنوس والثومه والملحه والتوابل. طاجين ايزي. اول حاجه غادي نديرو نعملو ليه الزويته. ما نديروش بزاف لحقاش اللحم تيكون مزيت. ومن بعد باش تسخن هاد الزويته هادي تلوحو اللحيمه، اللحيمات. انا غادي ندير شويه ديال اللحم، فهمتيني ما خصني باللحم بزاف. خلي نعم مولاي اللحيمه تقلى، اللحيمه تقلى بالمعقول. ارانا نعم مولاي الفوائد ديال البسباس. البسباس قال لك اسيدي بلي فيه بزاف الفوائد، قال لك اسيدي فيه الالياف وكيحارب الكوليسترول، ما كيبقاش الكوليسترول عندك في الدم، يعني كيصلح للقلب. البسباس، البسباس هو السلاح ديال المراه، المراه السلاح ديالها هو البسباس. شنو كيدير البسباس؟ قال لك اسيدي كيقاد الاستروجين، ما كتبقاش المراه تخرج الاستروجين بزاف، وباش المراه كيتقاد لها الاستروجين ما كتبقاش تقلق. لحقاش دابا المراه باش كيطلع لها الاستروجين كتقلق، وكيقاد الدوره الشهريه ديال المراه، يعني المراه كتقاد. ضربي البسباس غتقاد. عاوتاني البسباس الفوائد ديالو، المراه الحامل الا كانت شي وحده حامله تضرب البسباس، كيعطي الفيتامينات للدري الصغير. والمراه اللي ولدت وبغات ترضع ما عندهاش الحليب، الا ضربتي البسباس كتولي تفيق ديال الحليب، فهمتيني ما كاين عام ولا الحليب كيخرج. هذا البسباس، البسباس بحالو بحال الحلبه، المراه باش كتولد كيعطيوها الحلبه، كيخرج الحليب كيعطيوها الحلبه. الحلبه شنو كدير؟ كتسخن بحال تقول درتي حليب في شي بريق وبدات يفيض، كتشعل العافيه كيسخن كيفيض الحليب. هاكاك المرا كضرب الحلبه نعم مولاي كيفيض الحليب، دونك ضربي البسباس غيخرج لك الحليب. الا كنتي راجل كتسنى الحليب يخرج ما يخرجش، يخرج رايبي. المهم هادشي اللي كاين الاصدقاء، معلومات على البسباس صافي. فيه بزاف تاع الفيتامينات مفيد. شوف 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 حبك، شوف داكشي كيتختخ كيتختخ صافي، اللحم كيتختخ نلوحو البصله ديالنا. ها البصيل هذا هو الطاجين ولحم البارح، طاجين بسبس. ارنا الحجية ديال اليوم اصدقاء، الحجية ديال اليوم، سمع مزيان سمع مزيان. الحجية رحى فوق رحى، ورحى حدا رحى، والرحى ما تطحنش، الرحى ما تطحنش، الرويس رويس لفعة، واللفعة ما تقرصش. شنو هو؟ اسمع مزيان. رحى حدا رحى، ورحى فوق رحى، والرحى ما تطحنش، ما تطحنش الرحى، الرويس رويس لفعة، واللفعة ما تقرصش. شنو هو؟ يلا يلا جبدوا جبدوا هاد الحجايات. بالعقل نعم مولاي، وخليك مع الرويس لفعه، رويس لفعه واللفعه ما تقرصش. شنو هادشي تيبان لي خصني ندير ليه التوابل؟ راه التوابل غنديرو شويه د الملح نعم مولاي، المعلقه هادي، ونديرو التوابل العاديه، البزار الخرقوم. حاول انك ما تكثرش القوام بزاف في الماكله، فهمتيني ديما ديرها شويه باش تبنن الماكله. السكينجبير التحميره والكمون، شويه ديال الكمون. هاد الوجبه هادي ديالي غندير فيها راس الحانوت، الحيمه ديال ديما دير مع الحيمه راس الحانوت كتطلع ناضيه، فهمتيني؟ اوه ولا عشيه
انا غنزيد شويه الزعتر 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 باش كنهضم داكشي فهمتيني باش مع السحور كنضرب هادي مع السحور ما يطرا ليا والو انا نزيدو واحد شويه ديال الملح ديال فرنسا هادي الملح تاع فرنسا راه حتى كتعطي واحد المذاق ما نعاودلكش صافي نخليو هادشي هادي يتقلى يتقلى مزيان 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 خليه ارانا دابا بعد ما تقلات اللحيمه واحد شويه زعما تقلات وتريقلات تريقلات وزينت تيني فهمت اللحيمه كي ولات تيني تقلات وداك البصله طاحت البصله طاحت ماشي طاحت في التمام طاحت في الطاجين يعني الوات المهم دابا غير كنقادو نعمو ليه اللحم كنرصيوه في الطاجين في الوسط دابا غادي نديرو البسباس عرفت البسباس البسباسة بسباسة البسباسة كيفاش كتكون كتنقيها وتقطع على داكشي كامل رسول الله رسول الله رسول الله هاد هاد اللعيبة اللي هي الجدر حطها لتحت باش طيب تقد نعمولي بسباس نستفو البسباس ديالنا فهمتيني بالشهوة 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 داكشي خصو يجي مرتب هانتا هانتا وليدي ترتيب 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 قد ليا قد ليا داكشي ونقص ليا البوطة نقص البوطة الله 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 داكشي مبسبس داكشي مبسبس مكسكس سبيسيال هادشي ديال البسباس دونك العيالات ضربوا البسباس البسباس بغيتي ترتاحي نفسيا البسباس مرتك مقلقة جيب لها البسباس فهمتيني غضرب سي بي سات تقد نو ارنا نعمو لي النكته النكته ديال اليوم الاصدقاء شنو هي النكته ديال اليوم قال لك نعمو لي هذا واحد السبيطار ديال الحماق شدوا الحماق خرجوه من الشانطي باش يشوفوهم واحد الشانطي صوبوا ليهم واحد الحمق مشى في واحد الطوبيس ومشى بقى كيقلب في واحد الطوبيس كيقلب كيقلب وشافو ما يمشيو عنده قالوا انت شنو من الصباح انت كتقلب في هذا الطوبيس هذا شنو زعما كيفاش البلان ديالك انت كتقلب هذا الطوبيس قال لهم كنقلبوا واش طوبيس ولا طوبيسه ها هو دابا تقدنا نعمو ليه الطاجين تيني ترتب داك الشيء تفيكسا دابا شنو غادي نديرو غادي ناخذو جلبانه جلبانه نديروها من الفوق طاجين ديال الغدي هذا طاجين ديال الغدي طاجين رمضاني ديال الغدي ديال تيني ديال السحور السحور نضربو في السحور ولكن حتى في الفطور ماشي مشكل صافي بعد ما درنا جلبانه نعم مولاي نديرو الثومه الثومه هي الاولى عاد القزبر انا خاصك ضروري ما تزوق تزوق فهمتيني لحقاش قال لك نعم مولاي العين كتاكل العين كتاكل قبل خصوصا في هذا رمضان هذا زوق عشيري زوق ما كاين ما يدير يعني مازال المغرب ما غاتودنش اللهم زوق وقزبر ومعدنوس تا هو نديرو نعم مولاي تيضيف واحد النوع ديال البنة هنا 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 زيد نعم مولاي واحد الخويط ديال الزيت البلدية نسقيو به من الفوق خويط خفيف خويط خفيف زيت البلدية دايره 2000 ريال زيد سيدي ونزيدو واحد شوية ديال الملحة ديال فرنسا فوق هنا ما تحرك هذا الشيء بالمعلقه ما حتى حاجه صافي درنا كل شيء كاع شي نزيدوا واحد شويه ديال الميه ما يتحرك ليناش واحد المعلقه صافي من الجناب هاوي صافي الاصدقاء هذا هو الطاجين ديالنا لوكي جو مريقل صافي نسدو على الطاجين ديالنا ونخليوه يطيب على التهنديبه بشويه عليه دابا المغرب الاصدقاء قريبه تودن الطاجين ها هو نعم مولاي راه تما تيتختخ تيتختخ على واحد العافيه مهيله
شوف 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 شو حبك ما تختخ مدغمر الدغميرة 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 تما الدغميرة حبك الدغميرة هاشي هاي دابا غتودنا غتقول الله كبار وغنهبط عليه غنهبط عليه والله ما كيزا نهبط عليه ليتس جو نقادو الأمور بسم الله الطاجين ديالنا ها هو وجد الأصدقاء الريحة ديالو ريحة هائلة كنشم بحال ريحة العسل بحال ريحة ديال الزبيب أقسم بالله فهمتيني شي حاجة ما نقولكش أنا نصدوقو يا بسم الله مدغمر ناشف ورا ما حركتو ما والو داكشي بقى كيف ما هو القصبر والثومه وداكشي بسم الله طيب المذاق بحال تقول الكبده الكبده حلوه مع اللحم وداكشي معسل بحال الكبده حلوه المهم هادشي اللي كان اصدقاء غدا حلقه جديده من برنامجكم زفري في الكوزينه مع الساعه الخامسه غدا الاصدقاء الحل ديال الاحجيه الحل ديال الاحجيه هو الفكرون الفكرون الدار ديالو فيه بحال رحه عندها رحه مرسومه في الدار ديال الفكرون فهمتيني رحه عندها رحه رويس لفعه الفكرون الراس ديالو بحال لفعه ولكن ما كيقرصش اذا الحل هو الفكرون الاصدقاء ديال الاحجيه ديالنا عطيونا حجيه واحده اخرى وعطينا نكات اخرين هادشي اللي كاين نشوفكم غدا لايك سبسكرايب باي